are the visitors to Anfield for this 7 p.m. kickoff. But for the senior players, the risk with them, I don't know if it is a risk, to be quite honest with you. Maybe they play against Newton Norwich at the weekend. But initially, a last opportunity tonight. I think that Fabinho might be a case of Firmino. I think this is a vastly experienced side, pretty much the spine of the team. Fabinho so crucial in that midfield. Another chance tonight. تقديم مستوى مثالي يعكس الصورة الحقيقية. مواجهة ليفربول أمام نورويتش سيتي في البريمير ليج. كاس ثلاثي الوسط جونز فابينو تشامبرلين. كان بالأرجنتيني أفيلا ليبحث عن كرة عرضية بداية قوية في كثير من أجل عودة لمكانه الطبيعي. والناتشو فيدال داركو بارخا غاومي في تشكيلة يورجن كلوب. أليسون كرة في الجهة اليمنى توريس بيحاول توريس كلوب توريس خلف الركنية بترسل للأمام هذه الكرة يدخل في قلب دفاع غوميز أوساسونا عالية للأمام هذه الكرة لكن التغطية في أغلب فترات الموسم الماضي في قلب الدفاع عالي ارتداد في آخر مباراة كرة توريس أفيلا بيحاول الذي يبدو بأنه سيبدأ الموسم أساسيا بعد الماضي عالية للأمام هذه الكرة باتجاه فيرمينو التصوير أريسو اللاعب الشاب صاحب 22 سنة المدافعين المدافع يفشل في بعد هذه العائد بعد فترة إعارة من ساوثامبتون أوساكا لاعب لسالزبورغ تألق وبناء بعيد عن فريق بقيمة 18 حينما كان في الدرجة الثانية ونرنسي مونتانييه هذه كرة في الجهة اليمنى في موسم 2006 الآن لم نشاهد الفرص الحقيقية كوناتي الذي يحتاج إلى وقت لعودته لمستوى الطبيعي هذه كرة من مينوس الله 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 الخروج وبالفعل صعب المهمة شوف الاستلام من جانب مين مينو لكن خروج إخوان بيبو فيها دفاع أوساسونا استلام مين مينو بيحاول داخل منطقة جزاء مين مينو بيسدد كرة يحمي مينو الكرة في ظهر المدافعين كرة تزيد منها فريق أوساسونا بنفس الأسلوب ليفربول أوساسونا شوف الكرة بغير في الربع ساعة الأول على بداية وانطلاقة صفر ليفربول محاولة ثانية لكن تسلل 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 في وضعية تسلل لحظة هذه كرة بتوقع العالية للأمام غوميز في الكرة بتصل في داخل منطقة الجزاء جونز سوى رائع لحتى الآن هذا الهدف بإمكانه أن يعطيه ثقة أكبر استطاع أن يعيد ليفربول مرة أخرى إلى 2019 قبل ذلك ثلاث ألقاب مع بوب بيزلي أيسر تيميكاس عرضية كبيرة يحملها هذا النادي هنا في لها من متعة يقدمها فريق ليفربول هو الذي يعود من الباب الكبير أمام أوساس روعة اليوناني في منتهى الروعة اليوناني سيمي كانصار والعشاق والمحبين والمتيم قدم لي حتى الآن بهدف مقابل شيء 22 مازالت تذكر عن ويليام التمويه في المرة الأولى عرضية الكرة سيميكاس عالية للأمام بوتمير هذا هو أهم ما حدث هذا الموسم بالنسبة للإسباني الترتيب الرابع هذه كرة عرضية محسن صاحب العرضيات المثالية تماما هذه كرة رأسية لاعب تشيكي بالإضافة إلى المكسيك لي حتى الآن هذه الكرة بتوقع لي الأمام على هذا التألق قدم إلى ليفربول في التغطية في اللقطة الماضية وصلت هذه الكرة باتجاه مين في ليفربول شيء أوساسونا مع المرض طبعا مايكل روبنسون دولية الحديث عن الراحل مايكل روبن 21 سنة كرة بتصل في الجانب الأيمن حصل على خطأ بالفعل في هذه اللقطة من بالفعل تبديل أول يظهر من الفترة الأخيرة حتى وإن كانت المباراة بصورة ودية خم يتبقى له الكثير أقل من ربع ساعة وودبيرن تمهيد تسديد قوية الكرة بغير مع ليفربول لا تستحق أن تتواجد إن كان على وكان يقترب لكن لسوء الحظ هدف هذه كرة انطلاقة لكن خروج حارس المرمى تشارك في مباراة الليلة طبعا اندرسون ركنية لليفربول بحث عن هدف ثالث عالي للأمام ليفربول دخل منطقة الجزاء تشامبرلين اخوان بيريس يا له من أن يخشى على مركزه إخوان بيريس الحارس تشامبرلين انطلاقة هدف ثالث قريب هدف ثالث قريب تسديد في المرة الثانية في الثاني يحرج لي حتى الآن أوساسون انطلاقة أريسو مرت قدم أريسو الهدف الثالث قريب الهدف الثالث الله 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 الكبيرة التي يقدمها يطمئن هذه الجماهير قبل بداية الموسم بها وضعها ركنها على يسار يمين حارس المرمى إخوان بيريس بوبي فيرمينو الهدف الثالث للريس ليفربول عجز عنه الصف الأول أمام بيلباو
لليفربول. تمريره للامام من مينو، يتالمون كلما خسر ويفرحون ايضا بثلاثيه مقابل شيء. فيرمينو في شوط المباراه الثانيه، لذلك الحين تقبلوا تحياتي والى اللقاء. ثلاثيه مقابل لا شيء، شوط اول كبير بدخول الكرواتي هداف ساسونا مقابل بوتيمير. وبالتالي بقية الأسماء سنتحدث عنها بعد هذه المحاولة. رفع مينامينو داخل منطقة الجوزيكس، اليوناني صانع المباراة الأول يظهر أمامنا يورغن كلوب. وخوان كروز ينقل كرة عالية للأمام، لكن تغطي فيرمينو. كان هناك تبديل بخروج جونز للسيغيب لفترة. تبت سيميكس طبعا في هذا اللقاء لأنه روبرتسو ليفربول البحث عن كرة أرضية، لكن في الجانب الأيمن وتبارسية من جانب أهداف الريدز في مرمى البارسا. وويليامز تحرك من مينامينو، تغطية من المدافع. أخوان الفريقين يخلدوا ذكرى الراحل مايكل روبنسون. مينامينو ينتظر المساعد في الجانب الأيمن. مينامينو أربع لاعبين، تشامبرلين عرضية من هنا، هذه كرة أرضية من تشامبرلين أمام المدافع أخوان كروز. هذه تشامبرلين داخل منطقة الجزاء، هذه كرة إلى ركنية لمصلحة ليفربول. تبديل من ويليامز، هذه كرة إلى مينامينو عرضية كريستيانو فيا. هذه أبرز حتى وإن كانت المباراة ودية. في الجهة اليمنى شارك أساسية المباراة الماضية ووتبر، انطلق في الجانب الأيسر عرضية. والدو مازينيو فاز بكأس العالم 94، يترك شارة القيادة لتياغو ألكانتارا. محاولة كرة انطلاقة لليفربول أوريجي في الشوط الثاني. هذه تمريرة لكن يحمل شارة القيادة بارخا. محاولة إضافة الهدف الرابع عرضية، لكن عودة الدفاع. تمريرة كرة انطلاقة، محاولة الرابع رهيب الله على تمريرة خلف الدفاع ثابتة. لاعب ليفربول آخر ويليامز في الجانب الأيمن يحاول بيرسل كرة عرضية خطير. وهذه واحدة من كلاركسون عرضية هذه الكرة، لكن مباراة كبيرة أمام بيلباو. هندرسون قائد الفريق يستعد لمنتخب الإيطالي مع روبرتو مانشيني. المكان أن يسجل هدف أول. الكرة بعيدة على مرمى جانب كلاركسون إلى ويليامز، عرضية الكرة. روبن غارثيا يلعب كرة عرضية عالية للأمام، يسجل هدف أول بالنسبة للفريق. اللاعب رقم 18 هو من سجل، هو من يقفز، لم يكن في وضعية تسلل المهاجم. يسجل أوساسونا في الدقيقة 70. هندرسون على وشك الدخول، نعم يدخل في هذه اللحظات.